تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بتقديم مساعدات إنسانية إغاثية عاجلة للدول المتضررة من الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا، وتحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، نظمت وزارة الإعلام بالتعاون مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية حملة وطنية لدعم ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا. وقدم البحرينيون في الحملة التي جاءت بعنوان يوم التضامن أروع صور الفزعة والتضامن مع الأشقاء في سوريا وتركيا المتضررين من الزلزال. وبهذه المناسبة تقدم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلى جلالة الملك المعظم الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية على مبادرة جلالته الإنسانية تجاه الأشقاء في سوريا وتركيا وما يقدمه جلالته لمساعدة المحتاجين وإغاثة المنكوبين ومد يد العون للأشقاء والأصدقاء في مختلف دول العالم. وبين سموه أن هذه الحملة تعكس موقف مملكة البحرين الثابت قيادة وحكومة وشعبا تجاه الشعوب الشقيقة والصديقة في الأزمات والظروف الإنسانية، وحرص جلالة الملك المعظم على تقديم العون والمساعدة ومد يد العون للمحتاجين، مشيدا سموه بالدعم الكبير الذي تحظى به المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية من قبل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مؤكدا سموه وقوف مملكة البحرين إلى جانب الشعبين الشقيقين في محنتهما الإنسانية التي ألمت بهم جراء الزلزال المدمر. وأشار سموه إلى حرص المؤسسة على تقديم المساعدات الدائمة لبناء الإنسان والأرض والتي لها استمرارية في المنفعة وتنمية الإنسان. ووجه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الجميع من المؤسسات والشركات والأفراد المواطنين والمقيمين إلى المساهمة في هذا العمل الإنساني النبيل وإغاثة الأشقاء المنكوبين في محنتهم ومد يد العون لهم للمساهمة في التخفيف من آلامهم.